تزايدت قيمة الصادرات الزراعية الأوكرانية بنحو 2 مليار دولار في النصف الأول من عام 2017، وذلك وفقا لتقارير المكتب الإعلامي لوزارة السياسات الزراعية في أوكرانيا. هذا وبلغ مجموع الصادرات الزراعية الأوكرانية خلال النصف الأول من العام الحالي نحو 9 مليارات دولار، معظمها من منتجات الثروات الحيوانية. أما واردات أوكرانيا من المنتجات الزراعية فقد بلغت قيمتها نحو مليارات دولار، بزيادة تقدر بنحو 2 مليار دولار، حيث بلغت 21 مليون دولار، أكثر مما كانت عليه في الفترة ذاتها من العام الماضي.